شكرا للتحريين، شكرا للاهل ديالنا، للاحباب الكل اللي حضر معنا لهذا العرض الاول لفيلم اناتو. وهذه المناسبة غادي نقول هنيئا لنا كاملين، لان القاعه السينمائيه الحجم الجديد هي ربما الجمع اللي خليني نشكر جميع اللي مساهم في هذا العمل ديال اناتو، لا من تقنيين ولا من ممثلين، يعني كل مساهم من قريب ولا من بعيد في هذا العمل كنشكره، وكنتمنى ان شاء الله ان انكم تقدروا المجهود اللي يعني تبذل من وراء هذا العمل. الاستاذ عامر الشرقي عامر واللي راني يتكلم بانه يقدم لنا الممثلين محسن حنان الكوليدي اسيستون برودكسيون وشارج سعيدي دور عدنان ميسيان غازي دور ديال اناتو دور السين ديالها الله يقويه ونسلو منه حوايجها امين عزيز اسيستونت ريفيس امين هاني ريسبونسابل كاستين كل هاويد ومحبات ثقتكم بأوفر هنيئا لكم بالنجاح ولا نجاحات ان شاء الله نخليكم تاخذوا الصور واش فكره على اناتو كاسم او ك ك ك كاسم اسم اناتو هو اسم البطله واختاريته مركب لان ان او انا اسم فرنسي مشهور عند الفرنسي كيسميو به وناتو اسم مشهور عند الافارقه يعني انا درت هذا المزيج لان هو في حد ذاته الاسم كيحمل يعني موضوع الفيلم لان البطله هي ميتيس يعني مزدوجه العرق من اب فرنسي وام سنغاليه هذا اول حاجه على الاسم فاما العمل فالعمل كيتحدث على قصه حب مظهريا او عده مواضيع كيتطرق لها كزواج المتعه يعني الصراع ديال تعدد الزوجات ولكن هادو كلهم كيبقاو مظهريا يعني مواضيع اللي نسجتها باش من خلالها نمرر واحد الرسائل اللي هي كتكلم على التعايش على الامتزاج الحضاري على التسامح وعلى إعادة النظر في موضوع الوحدة الإفريقية. فين تم التصوير ديال الفيلم؟ تم في مناطق مغربية كبني ملال كأزمور مراكش فاس وبعض المناظر أو المشاهد في السنغال. كيفاش رسالة هي أنها رسالة موجهة للشعوب الإفريقية هو أنها تخلي الخلافات هذا الوقت ما بقاش ديال الخلافات التافهة أنا كنعتبرها تافهة وأنهم ينظروا للمواضيع أو قضية اللي هي أهم قضية الوحدة الإفريقية لأن إفريقيا هي قارة غنية قارة قوية ولكن الفكر الاستعماري اللي غزاها في الماضي حاول يقسمها وحاول يعتم على الهوية ديال بعض الشعوب ديالها منهم شمال إفريقيا لدرجة أن ما بقاش هذيك الوحدة الإفريقية فإذا اتحدت إفريقيا فستكون أقوى أظن أقوى قارة على وجه الأرض. كيفاش كان الكاستينغ ديال البطلة ديالك؟ الكاستينغ طلب مني واحد الوقت طويل لأنني درته على مستوى القارة كلها يعني من عدة بلدان تواصلت مع من كوت ديفوار من بوركينا فاسو من مالي من السودان من بلدان كثيرة
ولكن اخيرا تم الاختيار ديال نسيه بن غازي اللي هي حتى هي مزدوجه العرق لانها ميتيس كيخ عندها العروق ديالها مزدوجه من فرنسا المغرب والسنغال. فكانت في كان في تعب ولكن كان ممتع البحث. شحال خدا ديال الوقت التصوير ديال الفيلم؟ تصوير الفيلم خدا تقريبا 7 أسابيع متفرقه. كيف كانت الاجواء ديال التصوير؟ أجواء التصوير كانت صعبة جدا لحقاش كان التنقل كثير كيتعب كينهك الممثلين كينهك التقنيين وكينهك الميزانية. كتقول الأسماء ديال الأبطال المغاربة اللي شاركوا في الفيلم؟ كاين أبطال منهم من 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 يعني لي بيلي ديال المغرب هو الأستاذ صلاح الدين بن موسى، سعاد خويي، عبد الله بن سعيدي، كاينة كنزة فريدو، هادو من وغيتا فرجيه. العمل هو العمل ربما مظهريا حتى هي كيبان بانه مختلف على الاعمال ديالي لان ربما كاين على مستوى الموضوع لانني ما نسجتوش على منوال تراثي ولكن بقى الاطار التاريخي ان القصه كتدور في الثلاثينيات وفي الاربعينيات من القرن الماضي. هذا شيء من الاشياء اللي كنشتغل عليها هو انا كان دائما كنستحضر حاجه في التاريخ. كاين شيء اخر اللي هو جامع ما بين العمل ديالنا يعني هذا العمل اناطو وما بين الاعمال الاخرى هو انني سابقا اشتغلت كثير في التلفزيون، اشتغلت على الهويه وترميم الهويه من خلال الاشتغال على التراث. ولكن في اناطو كاين شيء اخر هو الاشتغال على الهويه في نطاق اوسع اي الهويه الافريقيه، ولكن اختاريت انها تكون قصه حب وان تكون الواجهه بالوان جميله رغم ان العمق ديال العمل هو فيه ماساه وفيه نداء لكل الافارقه انهم يرجعوا يتحدوا لصالح القاره الافريقيه. واش كتوقع انه غادي ينجح في المغرب باعتبار انه شي فكره جديده والسن جديد؟ كيفاش كتوقع المغاربه تزيد؟ هو من 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 غير معقول انني نتوقع رده فعل. انا فقط اتمنى ان تكون رده الفعل ايجابيه وتكون واحد تقبل ديال الجمهور وتقدير لهذا المجهود اللي تبذل في هذا العمل وان الجمهور يدرك المغزى من هذا العمل لان العمل ديجا تعرض في مهرجان الاسكندريه في مصر ونال جائزتين ولقى واحد الاستحسان كبير من عند الجمهور وكلهم حتى النقاد السينمائيين اللي من عندهم معيار ثقيل انهم وصلتهم الرساله اللي بغات العمل وحتى في بوركينا فاسو انه نال الجائزه الذهبيه يعني ليكرون دور الجائزه الكبرى وكان تجاوب كبير من عند الجمهور. فهذا خلاني انني حسيت بداك وكانت المناقشه كتبين بان الرسائل الضمنيه اللي بغيتها وصلت لهاد الناس وهاد الشعوب اللي هما ماشي مغاربه. فكنتمنى الشعب المغربي حتى هو توصلوا نفس الرسائل ويقدرها ويعرف هاد العمل علاش تعمل، ماشي تعمل فقط للفرجه ولكن تعمل للفرجه وللمتعه وكذلك للرساله الانسانيه. ميرسي بوكو. ديالي هو ابراهيم علي بوبكدي، اخ ديالي الاكبر واستاذ ديالي. أنا تو التجربة السينمائية الأولى لفاطمة بوكدي كان لي شرف مواكبتها من الولادة ديالها يعني من السيناريو. كان عمل شاق، عمل متعب جدا، لكن كان فيه تحدي كبير، تحدي كبير ديال أن خاصنا نصوبوا فيلم نحسوا به بأنه فيه إضافة نوعية للسينما المغربية، ماشي فيلم يتحسب كعدد ولكن فيلم اللي خصو يوصل للناس ويكون في مستوى التطلعات ديال الجمهور المغربي وكذلك في مستوانا كمغاربة، لأن الفيلم كيطرح قضايا كبرى. أنا بالنسبة لي من موقعي كذلك كناقد كنقول بأن الفيلم من بين الأفلام الأولى اللي تناولت العمق الإفريقي للمغرب، الهوية الإفريقية للمغرب، لأن يعني هذه الهوية يجب الاشتغال عليها فنيا، لأن إذا كانت عمقنا الإفريقي اليوم هو مفتوح على مشاريع كبرى، على شراكات كبرى في مجالات كبرى في السياسة في الاقتصاد، فكنظن بأن تقارب الشعوب أساسي كذلك، وتقارب الشعوب لن يكون إلا بالفن وبالثقافة، وكنظن بأن السينما والصورة هي الوسيلة الأمثل
لأجل تقارب الشعوب. اليوم نريد أن يعرف المغربي صورة الجنوب إفريقي والكيني والمالي والكاميروني، كما نريد أن هذه الشعوب أن تعرف الصورة المغربي. فإذا تبادلنا الصور فيما بيننا سنعرف بعضنا أكثر ونحترم بعضنا أكثر ونشتغل أكثر. إذا اليوم الفيلم أنا تو ربما ما نقدرش نسميه عليه فيلم تجاري أكثر من هو فيلم يتبنى موضوع اجتماعي. هو موضوع بعيد كل البعد عن السينما التجارية، لكن هو السينما التجارية يعني بالسينما المبسطة، هو يقترح موضوع وكذلك يقترح زوايا نظر مختلفة، وهو كذلك موعد للفرجة، لأن الفيلم حرصنا كثيرا على تكون فيه صور جميلة، لهذا انتقلنا، وهذا على عادة على غير عادة الكثيرين، أن انتقلنا في عدة من المدن، صورنا في أزمور، في بني ملال، في مراكش، في سان لوي. كان هاجسنا هو أن نعطي للمتلقي صور جميلة يستمتع بها أولا كفيلم، لأن الفيلم سيكوا الفيلم سيدي السينما، خصنا السينما في الفيلم، عاد من بعد كنهضروا على حوايج أخرى. إذا حضرت السينما تصبح كل المواضيع الأخرى ممكن أن تصل إلى المتلقي، ولكن إذا غابت السينما يغيب كل شيء. الأساسي هو السينما، خصنا لحظات ممتعة في السينما، دو بيلز ايماج دو غروندز ايموسيون، هذا هو اللي مهم في السينما. تعطينا التوقعات ديالك أنه يقدر يكتسح شبابك تذاكر ديال السينما المغربية، السينما المغربية أو الصالات المغربية؟ كنظن بأن أناتو له كل حدود، هذا من وجهة نظري كذلك كناقد، له كل حدود على أن يلقى استحسانا من أوسع طبقات المجتمع، من أوسع جمهور في 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 الوطن وكذلك في الخارج، لأن المخرجة هي تعرف كيف تستجيب لحاجية الجمهور مع الوفاء بأسلوب يحترم فيه الإنسان المتلقي ويحترم فيه نفسه. ممكن فوقاش غادي نشوفوا أناتو غادي يخرج للعموم في القاعات ابتداء من بعد غدا، ابتداء من 16 فبراير غادي يكون في القاعات، غادي يكون في ميغاراما، في الدار البيضاء، في الرباط، في طنجة، في تطوان، فاس ومراكش. شكرا لك السي بجاجة، الله يقويه ونتسناو منه حوايج اخرى. أمينة عزيز اسيستونت ريزاتريس، أمين هاني ريسبونسابل كاستين. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.